تزوجت امرأة شابا على أساس أنه على الشرع الشريف وعلى أنه سلفي، ثم اكتشفت أنه مبتدع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهل تستمر معه على انحرافه أم تتركه؟ فما النصيحة؟ إذا كان الأمر بيدها فلتتركه، لكن الرسول عليه السلام يقول إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، وعليها أن تخالعه إذا كانت تريد أن تتخلص منه ومن بدعته. نعم.